مساء الخير جميعا، شكرا كثير لحضوركم. انا اسمي دعاء علي، انا مديرة التحرير في حبر. حبر للي ما بعرفها هي مجلة إلكترونية ومؤسسة صحفية بتغطي قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية متنوعة. وواحدة من الأشياء اللي بنحب نسويها في حبر هي إقامة حواريات من هذا النوع، اللي تأخذ المواضيع اللي مطرحها في المجلة على الإنترنت إلى الأرض، تفتح مجال أوسع للنقاش فيها. عم نستضيف هذه الحوارية اليوم بالشراكة مع مؤسستين، اللي هم أورينت 21 وهي مؤسسة صحفية فرنسية تعنى بقضايا العالم العربي، وموقع مدى مصر وهو موقع صحفي مستقل. بداية لحتى نوضح من وين بنطلق هذا الحوار، احنا في نيسان الماضي بدأنا العمل على ملف مشترك حول عنوان هاي الحوارية خارج الثنائيات، أسئلة في اللغة العربية المعاصرة، انطلاقا من الحاجة لبحث وكتابة صحفية بتطرح أسئلة متعلقة باللغة خارج المجالات اللي عادة منشوف فيها هاي المواضيع، مثل اللغويات والأدب وعدد من المجالات الأخرى، وبتطلع للغة العربية مش بوصفها أداة تواصل فقط، وإنما بتشوفها كما تحضر في الفضاء العام وكما تستخدم وتتفاعل مع عوامل اجتماعية وسياسية متنوعة. استكملنا العمل على هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وبدأ نشره قبل يومين على المنصات الثمانية اللي مشاركة فيه. وضيوفنا اليوم المتحدثين هم من المشاركين اللي كتبوا مقالات في هذا الملف. معنا ندى يافي، هي محررة الصفحات العربية في موقع أورينت 21، وسبق أن كانت دبلوماسية ومترجمة رسمية للغة العربية في فرنسا، وكانت مديرة مركز اللغة والحضارة العربية في معهد العالم العربي في باريس. وشاكر جرار، وهو كاتب ومحرر في حبر. وأحمد وائل، وهو صحفي وكاتب مصري في موقع مدى مصر، مهتم بالشأن الثقافي في مصر ويكتب حول المدينة وتفاعل الناس مع المكان. هذا الملف انطلق من مشكلة إنه دراسة اللغة العربية مثل ما حكينا محصورة إلى حد كبير في مجالات معينة، وأحيانا تأخذ أشكال مقيدة مثل ما العنوان بيوحي. هناك الكثير مما يقال فيما يتعلق باللغة العربية يقع في داخل ثنائيات الفصحى مقابل العامية، اللغة المتجددة أو الحية مقابل اللغة الخشبية، القومية مقابل الانعزالية وما إلى ذلك. وفي هذا الصدد هناك إلى حد كبير معسكرين. معسكر يرى أن اللغة العربية هي لغة متفوقة ولها خصوصية منقطعة النظير، وبيشوف أنه هاي اللغة هي فقط الفصحى وما عدا ذلك هو تحريف أو تشويه، وأن هاي اللغة العربية الفصحى مهددة من قبل العاميات ومن قبل لغات أخرى، وأنه يجب بالتالي الحفاظ عليها وتفعيلها في مجالات مختلفة مثل العلوم والتكنولوجيا وغيرها، فضلاً عن الحياة العامة. وعلى الجهة الأخرى هناك معسكر يرى أن اللغة العربية بشكل أو بآخر عفى عليها الزمن، بالتحديد الفصحى، ويعتقد أنها غير قادرة على التجاوب مع التطورات والابتكارات العلمية أو التكنولوجية أو حتى مختلف القضايا المتجددة والمطروحة في الساحة الاجتماعية. وبالتالي هو الحل بالنسبة لهذا المعسكر إن صح التعبير هو إعطاء العاميات صفة رسمية بحيث تحل محل الفصحى بوصفها أكثر مرونة وقدرة على توليد مفردات. لكن يعني خلينا نقول الروحية اللي انطلق منها هذا الملف المشترك واللي تحكم هذا النقاش إلى حد كبير هي أنه هناك الكثير من الظواهر اللغوية والمرتبطة في اللغة اللي
نمر عنها بدون توقف بدون تمعن بسبب الاصطفاف بين هذين المعسكرين، وأنه هذا الاصطفاف بشكل أو بآخر ساهم في إبعاد اللغة كموضوع من المجال العام، من مجال النقاش العام، وساهم في تكريس هيمنة اللغويين والأدباء والأكاديميين على اللغة بوصفهم ملاك لها. بالتالي هذا الحوار رح يطرح مجموعة من الأسئلة اللي انطلق منها هذا الملف، وهي بالدرجة الأولى أسئلة اجتماعية وسياسية أكثر منها أسئلة لغوية متخصصة أو تقنية. ورح نستعرض خلال النقاش يعني بعض الإجابات اللي توصل إلها المشاركين في هذا الملف. بس بداية بحب قبل ما نغوص في هاي التفاصيل نفسح المجال للمتحدثين وهم يحكونا شوي عن المقالات اللي شاركوا فيها في هذا الملف، وشو اللي دفعهم لاختيار هذه المواضيع. إذا بدي أبلش من أحمد وائل من مدى مصر، أنت كتبت عن مجمع اللغة العربية في مصر وآليات إدخال مفردات جديدة إلى المعاجم العربية من خلاله. احكينا شوي عن هاي التجربة، يعني كمان كان فيها نوع من التجريب خلال كتابة المادة نفسها. ده حقيقي. الأول في جملة دايما بفتكرها في التعامل مع اللغة، هي متاخدة من كتاب لعبد الفتاح قليطو اللي هو الناقد المغربي والكاتب المعروف، ان هو في حلم من هو بيشتغل على كتاب جديد ليه، كان حلم بابن رشد، وابن رشد ظهر في الحلم بيقول له لغتنا الأعجمية. فكانت الكلمة ان هو بيكلم عن اللغة بتاعتنا وفي نفس الوقت هي أعجمية. الحلم كان تولد يعني من شغل قليطو على فكرة مرتبطة بتابل ابن منظور، وان هو بيقرأ النص عشان يكتب عنه ابتدى ابن رشد يجي في ذهنه بشكل كبير، وهو ما كانش قاري ابن رشد، بس الجملة دي كانت بترن في دماغه كحلم هو بيتخيل فيه ابن رشد بيتكلم عن النقطة دي. فالجملة دي دايما بتقف في دماغي او بتجيلي كل فترة وانا بفكر فكرة علاقتي باللغة، اللي هي دايما مرتبطة ان دايما الواحد بيظن ان هو عارف اللغة، لكن في حالات كتير هو بيبقى فيه اجزاء من في حاجات بتقع منه وفي حاجات هو ما بيتابعهاش. فلما ابتديت اشتغل على اللغة ابتديت ابص للوسيط اللي انا بشتغل من خلاله، وانا بشتغل في موقع مصري بينتج نصوص بالعربي وبالانجليزي. النيوز روم عندنا غالبا بتبقى فيها لغات كتير، وبنتحرك كلنا في كيان يعتبر كيان لغوي، في كلام رايح ما بين انجليزي وعربي وفي ناس بتتكلم بلغات تانية. فده بيفكرني بعلاقتي باللغة نفسها، هل هي فعلا لغتنا الأعجمية ولا لا. فمحاولة ان احنا نخرج من ان اللغة دي ما تبقاش أعجمية، ابتديت افكر ازاي ممكن نتفاعل مع اللغة، ازاي ممكن نتفاعل مع كلمات احنا بنستخدمها وبنوردها في النصوص بتاعتنا، وموقف مؤسسة مثلا ممكن تبقى بتلعب دور سلطوي ليه علاقة باللغة زي مجمع اللغة العربية. من هنا جت الفكرة بتاعت الموضوع ان ازاي نتحرك في الوسيط اللي احنا شغالين فيه ده واستخدامات للغة دي، ونتفاعل شوية مع كيان زي ده اللي هو مؤسسة فعلا بتلعب دور ان هي بتصدر المعاجم بشكل دوري يعني، وعندها كتاب اسمه كتاب الألفاظ والأساليب. ده كتاب يعني ممكن يكون دليل لأي واحد بيدور على كلمات جديدة، الكتاب ده هو اللي بيقدم الكلمات دي. فابتديت اشتغل على النص، هو صوت ما كانش واضح الفترة اللي فاتت، فابتديت اتابع الكتب دي، وهي كتاب كبير مع الأسف ما عايش نسخ منه، وتشوف ازاي كلمة بتخش. يعني هو هنا احنا بنشوف ازاي كلمة تبتدي تدخل العربي حسب ما المجمع شايف. فابتديت الاحظ ان بعض الكلمات احنا بنستخدمها من فترة طويلة جدا، وبعض الكلمات احنا عمرنا ما هنستخدمها، اللي هي ظهرت في حاجات زي التعامل مع فيسبوك، اللي هي ابتدى المقال بقى يتكون هنا عندنا بعض كلمات المجمع قدمها، وفي كلمات احنا بنستخدمها وشايفين انها ممكن تبقى المجمع يتفاعل معاها يورينا يعمل معاها ايه.
فابتدت اللعبة بتاعت الموضوع من هنا، ان ازاي نشوف الانتاجات الجديدة بتاعت المجمع وفي نفس الوقت نحاول نتفاعل، نديله شوية كلمات ونشوف هيبقى رده ايه. ودي كده دي قصة المقال اختصارا يعني. شو كانت خلينا نقول يعني خلاصة هاي المحاولة مع مجمع اللغة العربية؟ هي يعني هي مش لعبة قوي يعني هو الموضوع طبعا، واحنا بنشتغل على القصة ابتدينا نفكر سواء ايه الكلمات اللي ممكن نختارها، ايه الكلمات اللي ممكن نحطها، فلقينا برضو ان الكلمات مش كتير بس قدمناها فعلا للمجمع، والمفروض يردوا علينا، قالك هنرد في شهر سبتمبر اللي هو ايلول اللي فات، ما ردوش. في كذا لجنة ممكن تناقش المسألة دي، وحددوا لي أسامي اللجان اللي ممكن تناقش الموضوع وبرضو ما جاليش رد، فوصلنا ان هم ممكن ما يبقوش عندهم رد، وهنشوف الخطوات الجاية يعني. صار يعني. تمام. طيب إذا ممكن أنتقل لشاكر جرار، أنت اخترت حرف واحد من اللغة العربية لتعلق عليه، بس كان في الكثير ما يقال حول هذا الحرف وهو حرف القاف، تحديدا في المحكية الأردنية، تحديدا في عمان. شو اللي أثار اهتمامك بهاي الفكرة بالتحديد، ولوين يعني قادك هذا البحث؟ مساء الخير. أولا أنا بلشت أفكر في الموضوع من حلقة النقاشية اللي على أساسها قام الملف. كان في كثير نقاش عن موضوع العامية والفصحى وهذا الخلاف التاريخي اللي احنا كلياتنا يعني مطلين عليه بشكل أو بآخر، وانه كيف دائما في علاقات قوى بين العامية والفصحى، وهذا صحيح وحقيقي، لكن كمان في نفس الوقت انه بالنسبة لي كان في علاقات قوى كمان بين العامية نفسها، يعني انه العاميات مش عامية واحدة، والعاميات مش 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 لغات وطنية، هي بالأساس هي محكيات مناطق أو مجتمعات أو قبائل، فبالتالي بنشوف في اختلاف مثلا بالقطر أو بالبلد الواحد بين شرق الأردن مثلا وجنوبه، أو بين شرق سوريا وجنوبها، أو ببلاد مختلفة من البلاد العربية، إنه في لهجات مختلفة. الكلام الاختيار القاف كان بالنسبة لي هو المدخل، هو المادة اللي بدي أدرسها كنت عن هذا الموضوع، حتى أفرجي كيف إنه في المحكية الأردنية في عمان، المحكيات الأردنية في عمان، في علاقات قوة قائمة على هذا الحرف، لأنه الحرف إشكالي شوي، له علاقة بأنه متداخل، له علاقة بالعمر وبالطبقة وبالجنس وبالأصل الاجتماعي وبأصل العائلة، الأصل الاجتماعي والإقليمي كمان كأردني فلسطيني أو بدوي وفلاح وحضر. فمن هون بدأت يعني أفكر في الموضوع أنه كيف ممكن أفرجي من خلال دراسة حرف القاف كيف انه العاميات فيها علاقات قوة قد تكون مرات زي العلاقات قوة بين العامية والفصحى او اكثر كمان. شكرا كثير. ندى، كتبتي عن حضور اللغة العربية خارج اراضيها، تحديدا في فرنسا بحكم عملك وعيشك وخبرتك في الترجمة من العربية الى الفرنسية والعكس. اذا ممكن تحكي لنا شوي اكثر عن هذا المقال، وتحديدا بعض المشاهدات اللي اثارت فضولك بخصوص علاقه اللغه بالمكان والاشكال اللي اخذتها اللغه العربيه في بيئه يعني يمكن القول انها مش بيئتها الطبيعيه. تماما. فعلا الصراع بين العاميه والفصحى اخذ حيز كبير زياده عن اللزوم احيانا في نقاشاتنا، لكن انا بلفت الانتباه لانه كل شخص منا حكى عن تجربة عاشها مع اللغة، فكان طبيعي أنه يكون فيه شيء خاص وفي شيء مشترك مع الآخرين. أنا بدي أشكر اللغة العربية أنه جمعتنا، وجمعتنا بالجمهور الأردني، وجمعتنا مع ناس من مصر من أصول مختلفة. اللغة العربية بفرنسا هي لغة الآخر. كيف ينظر الآخرون إلى اللغة العربية؟ هل هي مؤشر هوية؟ هل هي لغة طائفة من دون غيرها؟ يعني أنا اللي أثارني منذ البداية وأثار اهتمامي باللغة العربية هو عبارة تفوهت فيها أحد أعضاء البرلمان الفرنسي في فترة انتخابية بيحشدوا فيها الأصوات والمشاعر
العصبيات، مشاعر الشوفينية، قالت هذه اللغة طائفة، يعني لونج كومينوتير، لغة طائفة بعينها، ولا يمكن أن ندرسها بالمدارس الحكومية لأنها ستشجع الانعزالية والانطواء، انطواء الطوائف على نفسها. لكن طبعا هنالك منطق آخر وراءها، هو منطق أنه هذه لغة من ليس فرنسي أصيل. فأنا أحببت أن أتواصل مع فرنسيين درسوا اللغة العربية، يعني شو هو السبب اللي خلاهم يهتموا باللغة العربية، وكيف تعرفوا عليها، وكيف بيصنفوها، هل هي لغة طائفة يعني مجرد مجموعة من الناس، أم أنها لغة بنظرهم عالمية، أم أنها فقط يعني لغة تواصل، لغة يعني هذا المقصد. وأنا لما بقول خارج أراضيها مش بس بفرنسا أو بأوروبا، لكن بالفضاء الافتراضي، لأنه أنا بحكم تجربتي تعاملت مع اللغة العربية المعاصرة المعيارية بشكل المشافهة، يعني كانت لغة حية بالنسبة لي، يعني اللغة الفصحى ما كانت لا بها المعسكر الجامد ولا بها معسكر المحكيات، كانت بين الاثنين. هذا توسعت شوي فيها يعني. وشو ممكن تحكي انه هو كان ابرز ما استنتجتيه من هاي الحوارات مع الفرنسيين تعلم اللغة العربية؟ هي نظرة مركبة في فرنسا، لأن حسب انتماء من يتحدث عن اللغة العربية ممكن أن يكون من اليمين أو اليسار. اليمينيين يعني بالنسبة لهم هي لغة الجالية المهاجرة، فيها نوع من التعالي، إجمالا ليسوا بالأغنياء من هم بفرنسا. ولكن هناك نظرة أخرى هي اللغة الصعبة التي يتعلمها المثقفون الاستشراقيون الذين يحصلون عبرها على معرفة المن بالثقافة العربية بالثقافة الإسلامية. إذن في صورة متناقضة أحيانا. وبعدين في صورة الجالية العربية نفسها يلي بدها تعلم أولادها، خاصة مغاربة ابتعدوا عن لغتهم، في حنين للغة العربية. فلما كنت مثلا بالمعهد العالم العربي في كثير منهم بدهم يعلموا أولادهم اللغة الفصحى مش اللغة المحكية، يعني اللي بيحكوها بالبيت، يعني بالنسبة لهم هذه لغة التراث، لغة اللغة بتجمع كل العالم العربي، وهالشيء بهمهم. ممكن يعني في كثير نقاط أثيرت، يعني يمكن تفتح لنا مجال للنقاش كمان شوي، بس إذا نطلع شوي من تفاصيل المقالات المشاركة في هذا الملف، يعني يمكن واحدة من النقاط اللي تتكررت في هذا النقاش بشكل عام وتتكررت خلال النقاش بشأن هذا الملف، وهي الحاجة لردم الهوة بين الفصحى والعامية. إذا ممكن أوجه هذا السؤال لشاكر، والجميع كمان مرحب بتعليقاتكم. في يعني هاي النظرة للعامية والفصحى بوصفهم عالمين منفصلين لا يوجد بينهم أي تقاطع، وبيشدوا المتحدثين بالعربية في اتجاهات مختلفة على مستوى اللغة نفسها وعلى مستوى التفكير كمان. إلى أي مدى بتشوف هذا التوصيف دقيق؟ وإن كان هناك فعلا هو من نوع ما، هل هناك حاجة لردمها وكيف؟ أنا بظن أنه يعني أولا في مبالغة بفكرة هذا الشكل من الخصومة أو الصراع، إذا صح التعبير. وثانيا في بعد كبير عن أسبابه بخلينا نروح أكثر بالنقاش التقني للغة. باعتقاد الخلاف ما بين العامية والفصحى أو دعاة العامية ودعاة الفصحى هو بجوهره خلاف سياسي، في نقاش مع الطرفين باعتقادي، في نقاش فعلا مع دعاة الفصحى والسلطة والمؤسساتها والمجامع. هذا نقاش مهم له علاقة بكيفية تطوير هذه اللغة فعلا بشكل يعني يكون متوازن مع حياة الناس وحاجاتها اليومية. بس بنفس الوقت في مبالغة أيضا بفكرة أنه إحنا بنروح على المدرسة
وبندرس لغه ما لناش علاقه بحياتها اليوميه. بعتقد انه هذا الحكي مش دقيق، تحديدا احنا في المشرق احنا بنحكي بمحكيات قريبه جدا من الفصحى. هذا اولا. ثانيا انه كثير من الفئات والطبقات الاجتماعيه اللي بتناقش هذا النقاش تعزو المشكله للغه، وكانه اللغه شيء يعني في جوهر بجوهره في مشكله. انا لا اتفق مع هذا التحليل، لانه اللي بيصير فعليا انه مرات كثير انه من ينتقد الفصحى وكانها شيء جامد وغير متحرك وكذا، هو نفسهم او جزء منهم بيكون هو اصلا لا بيحكي فصحى ولا عامي. فمشكلته مش مشكله لغه بقدر ما هو مشكلته مواقع اجتماعيه، انت وين في هذا المجتمع ومع مين تتاثر وكذا. ففي كثير من الطبقات الوسطى في عمان تعتقد انه انا بحكيش عربي منيح لانه اللغه صعبه، لانه اللغه الفصحى صعبه واحنا ما درسناش عربي وكذا. في اشكاليه كبيره انك احنا او بالمدارس خاصه ندرسش عربي جيد، بس في اشكاليه كبرى لها علاقه انه الموضوع مش في اللغه كلغه، الموضوع انه هاي اللغه انت كيف تتعامل معها. يعني الدوله لما تنتج، نحكي عن مثلا الفيسبوك وتويتر وكذا، احنا كله عم بنترجم وترجم، لان فعليا احنا ما مش عم ننتج اصلا لا بحق لا بالعلوم ولا بالتكنولوجيا وكذا. في غياب لدور الدوله في انتاج اللغه، ما لهاش علاقه في الموضوع، اللغه تتطور مع هذا التطور. اذا انت فعلا تنتج ادب ومعرفه واقتصاد وعلوم ورياضيات في لغتك العربيه، اللغه تتطور تتكيف مع هذا التطور وتتطور معه. فباعتقادي هذا جانب، جانب له علاقه بانه الصراع مش بالضبط يعني حقيقي. الثاني هو مسيس، هو بيجي له شيء مرتبط بشكل كبير في الهويات، في تحويل المحكيات لقوميات، للغات قومية. يعني في كثير بنسمع دائما بنحكى انه في كانه اللهجة الأردنية او لهجة فلسطينية وكذا، هذا مدخل سياسي لقومنة اللغة. دائما بنشوف حتى اللبنانيين بيحكوا في شيء اسمه فينيق ولغة لبنانية. في مشكلة في هذا الموضوع، هذا يعني هذا فعلا بحول النقاش لنقاش سياسي له علاقة بالهويات. وإذا بدنا نبلش هيك مين من حقه يقومن الأشياء، الجماعات اللي كانت عايشة ما قبل وجود الدولة كمان ممكن تحكي لك أنا عندي لهجات محلية وبدي أقومنها وبدي أصير هيك إشي بيشبه اللغة. الحبيطات هم أقدم من الدولة وكانوا يحكوا لهجة خاصة فيهم، والشيعة في لبنان أقدم من الدولة بيحكوا لهجة متقاربة خاصة فيهم. رح يكون عندي مشكلة في قومنة كيف الشيعة بيحكوا، عندي مشكلة كمان في كيف الدولة تسعى دائما لقومنة اللهجات باعتبار هناك لهجة واحدة. فهيك ملاحظات ممكن نكمل بالحوار. بس كمان يعني تفصيلة صغيرة، يعني إذا اتفقنا إنه هناك فجوة ما، يمكن انه بتم المبالغه في تقدير حجمها او الى اي مدى او حتى اسبابها من وين جاي، لكن هناك خلينا نقول اختلاف ما بين العاميات والفصحى، هل هذا اشكالي؟ واذا كان اشكالي هل يعني شو المدخل للتعامل معه؟ اولا انا يعني مش عارف قديش الفصل هذا، يعني حتى بس نحكي مثلا عاميه وفصحى، هي اولا بالمفهوم في اشكاليه، في المشكليه انه وكانه هذه لهجه العامه وهذيك لغه الخاصه. وباعتقاد هذا مش دقيق، يعني لا العاميه هي لهجه العامه ولا الفصحى هي لهجه الخاصه او لهجه النخبه، وان كان في شيء من هذا الحكي. في الماضي قبل قرن ونص واكثر كانت الناس تكتب في العاميه، تكتب كتابه في العاميه، والعاميه والفصحى تعايشوا سويا وتطوروا سويا مع الزمن. اي فصل فيهم باعتقادي فيه اشكاليه، في اشكاليه بحت فيهم. هذا من جانب. الجانب الثاني في نقاش له علاقه فعلا احنا كيف بدنا نغني هاي اللغه، كيف بدنا نطورها اكثر. انا مع التصالح حتى على مستوى ادخال بعض الكلمات العاميه الى المعاجم. شو المشكله اليوم اذا احنا في كلمات قريبه جدا من الفصحى، في تمترس من المجامع والمسؤولين على المعاجم انه لا هذا ممنوع المساس فيه، وكانه جزء من ادوات الدوله وهيمنتها اللي احنا ممنوع نتقرب منها، ما نفهمش لغتها بالضبط. ففي في في بالجانبين يعني في نقاش على الموضوع. شكرا كثير. هو في فعلا فجوه نسبيه، لكن انا بعتبر انه له لها علاقه بالتعليم. يعني
كيفية التعليم، كيفية تعليم اللغة، هل اللغة العربية تستخدم كأداة تعليم المواد الأخرى، العلم، كل المواد بالمدرسة، أم أنها تدرس بصفتها لغة كأنها لغة أجنبية؟ يعني بعدين نوعية التعليم مهمة جدا، يعني المدارس بالعالم العربي بحالة يرسلها، يعني هذه ما ممكن نفصلها عن قدرة العامة بتملك اللغة. يعني كل ما كان التعليم أفضل، كل ما كنا نتعلم كل المواد باللغة العربية، كل ما كان تمكن الناس من الفصحى أسهل وأبسط، وكل ما تواترت اللغة الفصحى على المسامع، كل ما كانت يعني طبيعي إنه الواحد ينطق بها. فإذا كان في فجوة، هذه إلها علاقة أكيد بالنظام التعليمي أنا برأيي، علماً إنه اللغات الثانية كمان فيها ازدواجية. يعني ما نتصور إنه الفرنسي أي شخص بيتكلم بالتعامل اليومي بيطلع على ندوة وبده يتحدث ويعمل حجج ومنطق ومناظرة راح يكون قادر بنفس الأسلوب اللي بيتكلم فيه بالتعامل اليومي؟ مستحيل. يعني خاصة الفرنسية فورا يكشف الشخص المثقف من عدمه أو يلي متعلم. ليش برجع للتعليم؟ يعني مسألة حيوية بالنسبة للفجوة بين الفصحى المعيارية الحديثة والعاميات، أيا كانت العاميات. يعني أنا برأيي. طب كان دي كمان سؤال متكرر يعني فيما يتعلق بالعامية والفصحى، وهي الحاجة لوضع معايير. يعني دائما بنحكى لما يكون نقاش حول إثراء اللغة باستدخال كلمات من العامية أو المحكيات إلى الفصحى، أو استدخال كلمات يعني حتى من لغات أخرى، بطرأ النقاش، بطرأ الحديث عن الحاجة لوضع معايير ناظمة لحتى يكون في يعني ما ينفتح هذا الباب بشكل يقزم دور النحو والإملاء في اللغة. إلى أي حد تتفقي مع هذا الحكي؟ هل هناك إمكانية إنه يعني تنفتح هاي الأبواب بدون ما يكون في تغيير فعلي بهاي الأنظمة اللغوية مثل النحو، تحديدا في اللغة العربية نحن نعرف النحو يعني خلينا نقول متعدد المستويات كثير. يعني أنا ليش بأكد لهالدرجة على التعليم؟ لأنه كل لغة لها قواعدها. يعني أنا ما بدي أطول بالحديث لأنه ممكن يكون أحمد عنده شاكر ردود على الموضوع، لكن كل لغة لها معايير بتنظمها، يعني مثل قانون المرور. يعني ما ممكن يتصرف بأي شكل الواحد لسلامته لسلامة الآخرين. يعني حتى كمان يوصل رسالة معينة بشكل مفهوم لازم يكون لها ضوابط اللغة. فالضوابط كل ما كانت في تعامل شبه مستمر مع اللغة، يعني هي الفصحى لغة التعليم والمدرسة والعلم، فكل ما كان في معايشة لهاللغة كل ما بتصير القواعد تقريبا غير واعية، مش بالضرورة يحفظ القاعدة وبعدين يطبقها. يعني مثلا هلأ بالفرضاء الافتراضي اهتممت فيه لأنه في نوع من تعايش بين العاميات والفصحى، وفي يعني مشافهة باستمرار نسمع اللغة الفصحى. يعني كل ما بيسمعها بشكل أكبر كل ما بصير أسهل إنه يستوعب القواعد ويكررها بدون ما ينتبه. يعني بس بدأ أنتقل لأحمد من خلال هاي التجربة اللي عملتها في المقال مع مجموعة اللغة العربية، هل بتحس إنه هناك يعني إمكانية لاستدخال كلمات جديدة في ظل في هذا النظام، في يعني من خلال هاي المؤسسات، أم يعني وصلنا لمرحلة نقدر نحكي فيها إنه فقد الأمل يعني من قدرة على التغيير من خلال المجامع؟ يعني لو إحنا عايزين نستخدم كلام نكتب مش محتاجين المجمع عشان يقول لنا الكلمة دي صح أو غلط، لأن طريقة عمل المجمع نفسه
إن ممكن يبقى في عضو في المجمع اشترى جورنال ولقى كلمة، فلقى الكلمة دي كويسة جدا، بعد كده بيقدمها في بحث، بعد كده البحث بيبحث في المجمع في لجنة، واللجنة بعد كده تروح لمكان تاني اللي هو المؤتمر بتاع المجمع، وبيقرروا يقروها ان هي تبقى كلمة في المعجم اللي هيطبع في المستقبل. يعني المسألة مش واقفة عند ان احنا لازم نبقى ملتزمين بالطبعة القديمة من المجمع اللي صدرت من كذا سنة وهي والعربي واقف عند هنا، لان اللغة نفسها كيان حي. يعني ده يرجعني تاني المصطلح اللي قلته في الاول، ان جزء كبير من نقاشنا حوالينا العربي مرتبط ان احنا لا، العربي مش بيعبر عندنا، العربي واقف حتى مش بيتطور. اعتقد ان المشكلة بس في ازاي نستخدمه. اللغة في الاساس بتعتمد على استخدامها، الوعي بيها، احنا عايزين منها ايه، عايزين اللغة دي تبقى معبرة عندنا ولا لا. يعني نقاش العامية والفصحى اعتقد في مصر ما بقاش بالقوة دي، لان في ناس بتكتب العامية، في ناس بتكتب العربي عادي، ما بقناش واقفين عندنا كتير من الكتب بتصدر بالعامية زي اشعار العامية. في ناس كتير في مصر كتبها بتطبع وتبع الدولة بالعامية، مش واقفين عند النقطة دي. كتير من الروايات الحديثة فيها كلمات عامية لان الكاتب شايف ان الكلمة دي مناسبة للتعبير عن السياق ده. الصحافة فيها ده، حتى يعني خطابات السياسيين، الارشيف بتاع عبد الناصر مثلا، لو رجعنا الخطب بتاعت عبد الناصر اغلبها كان فيها كلمات عامية وكانت بتتنشر في الجرائد بالعامية، رغم ساعتها الجرائد كانت تحت رقابة وكانت مملوكة للدولة وكان بيطبع بالعامية عادي. يعني نقاش العامية في مصر اعتقد الناس ابتدت تتجاوزه شوية وبيستخدموها عادي، والدليل حتى ان المجمع نفسه بقى بياخد كلمات من العامية ويبتدي يناقشها في المسألة دي. الحكاية لها علاقة بان احنا نبقى بنسعى ان احنا ننمي استخدامنا للغة، ما نوقفوش عند نقطة. بس في كلام ندى عن التعليم، اعتقد ان مفيش مؤسسة تعليمية هتقدر تعلمنا العربي بالشكل اللي احنا عايزين نعبر بيه عن نفسنا بيه. يعني مسألة شخصية، بحث، تطوير، مش مؤسسات. يعني مش لازم نقول المجمع مقصر في الجزئية دي، مدارس مش بتعلم الناس عربي كويس، اللغة استخدام شخصي، الشخص لازم يبتدي يطور نفسه ويتعلم من أخطائه. يعني في كتاب انا كنت استخدمته في وانا بشتغل، لو عامله حد اسمه محمود عبد الرازق عفيفي، ده بيتكلم عن الاخطاء اللغويه الشائعه في الاوساط الثقافيه، فبيقول لك كلمه كذا دي غلط، كلمه كذا دي صح. فبيقول لك كلمه زي اخصائي، اخصائي بتستخدم في مصر مثلا وانت ماشي بتلاقي اخصائي امراض القلب، فده دكتور مختص في هذه المساله. فهو بيقول اخصائي بفتح الهمزه، يعني دي مش بتعبر عن ان هو شخص مختص، هي بتعبر عن حاجه تانية، ان هي ديت ياء النسب اضيفت لكلمه اخصاء، وديت معناها ناس قريبه من الشيء، فبالتالي مش هو ده المعنى المنشود اللي المفروض الدكتور بيقوله في اليافطه بتاعته، فالمفروض يقول مختص او اختصاصي او كلمه تانية. لكن الكلمه شائعه مستخدمه، ومفيش حد مريض مثلا مش هيروح للدكتور لان الدكتور كتب اخصائي والكلمه دي غلط. فساعات المعنى اللي بيشيع ده صعب ان احنا نرجعه. فاللغه برضو مش قواعد قد معنى، المعنى وصل ولا لا. فده اللي بيخلينا ساعات نميل للعاميه، ان ممكن العاميه تبقى رغم انها مش دقيقه قوي بتعبر عن المعنى اللي عند الناس، ومع الوقت ممكن الناس تبتدي تنتبه للخطا. يعني ممكن بعد شويه الناس في مصر بيبطلوا كلمه اخصائي دي مثلا. في كلمة بالفصحى بيقولوا لكل مقام مقال، يعني يعبر عن نفسه حسب أي في أي مجال. يعني أنت لما بدك تعبر عن نفسك بالتعامل اليومي مع الأسرة شيء، وعندما تتصل مثلا بمواطن عربي تاني من بلد تاني حتى تقدر توصل له رسالتك، لازم يكون في لغة مشتركة، واللغة المشتركة هذه أقرب إلى الفصحى منها إلى العامية التي تستخدم في كل بلد على حدة. يعني اللغة الفصحى بالنهاية خاصة المعيارية المعاصرة هي لغتنا المشتركة اللي بتخلي التواصل ممكن، وإلا يعني كل واحد بيبقى ببلده.
لا، ما الهدف من استخدام اللغة التواصل ده أكيد، يعني لو التواصل مش موجود يبقى فيه هنا خطأ في استخدام اللغة، يعني أكيد الهدف التواصل يبقى موجود. بس بدي أقول شغلة كمان، إنه في مشكلة المصطلح، صحيح في مشكلة بالمصطلح، إنه في تأخر عن مواكبة العصر وضروري كل التقنيات الجديدة إنه تجد لها مرادف في حد أدنى من التوحيد، لأنه في فوضى مصطلحية في اللغة العربية بسبب الترجمات المتعددة لمصطلح أجنبي مثلاً. لكن هذه مشكلة، وقضية اللغة ككائن متحرك قادر على إيصال رسالة معينة من شخص إلى شخص آخر، هذه لا تتوقف على الكلمة. كنت بدي أكمل بس على هذا النقاش. أنا بعتقد أنه يعني ما عندي أي نهائياً ما عندي أي حكم أخلاقي على الفصحى أو العامية، لأنه ما بعتقد أنه أصلاً في أي تمايز أخلاقي بيناتهم. لكن في أشياء بسيطة ممكن إن إحنا نفكر فيها، هي أنه تاريخياً كان في فترات من التعايش، وبنقدر نشوف هذا الحكي بالنصوص، أنه في كثير من النصوص الفصحى فيها نعم كلمات عامية بشكل واضح، الأدب وحتى بالصحافة كان ينكتب. وكان في كمان اكثر له علاقه بانفتاح على لغات المنطقه، احنا امتداد واحد هون، وكنا ناخذ من الفرس وكنا ناخذ من الاتراك، ولغتنا العربيه مليئه بالكلمات الفارسيه والكلمات التركيه، فكثير منا بيسمع مثلا خرده او رزنامي او انقلاب او كذا، هي كلها كلمات فارسيه وكلمات تركيه احنا دخلناها واشتغلنا فيها وبنحكي فيها وكذا. طبعا في اشكاليه كبيره انه اليوم احنا باعتقادي صار في قطع مع هذا التواصل التاريخي، وهذا القطع بينعكس بالتاكيد على اللغه. فبنرجع بنحكي ان حسب احنا شو بدنا، احنا هل احنا امتدادنا هو هذا الافق من تركيا وايران والعالم العربي، ولا امتدادنا مثلا اوروبا وامريكا، حسب احنا شو خياراتنا كدول وكمجتمعات في العالم. ومنه من هناك كمان اللغه تتطور، بتضلش ثابته وبتضل بكونش في اخر، يعني زي اللي بتحكي ندى على فكره انه في خوف على الفصحى بانه او 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 الناس عشان تفهم على بعض، هيك فهمت انا صح؟ لا انا ما في عندي خوف على الفصحى اطلاقا، انا بعتبر في تعايش بين الفصحى والعاميات، في تفاعل بين الفصحى والعاميات، واللغه العربيه المعاصره قادره على استيعاب كلمات مش بس من اللغات الاجنبيه، من العاميه، وبتطور مستمر لسبب تطرقت الفضاء الافتراضي، لأن اللغة العربية فرضت نفسها بالفضاء الافتراضي كلغة عالمية. إذا بهمكم بعدين لكم شو هي المعايير اللي تجعل من إحدى اللغات لغة عالمية أو غير عالمية، لكن للحديث صلة يعني. نعم، هو تكميلاً على هذا فعلاً، هو هاي نقطة مهمة في غاية الأهمية باعتقادي، هي فكرة إنه النقاش ما زال مفتوح، هل نكتب بالعامية ولا ما نكتب بالعامية، هل نتبنى العامية كلغات محلية ولا لا؟ أنا باعتقادي بنرجع للسؤال الأول، إحنا شو بدنا؟ هل إحنا أنا كابن الأردن مرات كثير أنا بصدق إنه بدي أتواصل مع المغرب العربي باللهجة المحكية، مرات أنا ما بفهم، طريقة التواصل الوحيدة أمامنا بدنا نختار، يا بنختار فرنسي يا بنختار العربي، أنا بعرفش أحكي فرنسي وإنجليزية تعكد كده، ففيش خيارات لهذا التواصل الاجتماعي بيننا كشعب واحد، مش من منطلق قومي وأيديولوجي باعتقادي أنا. مش من هيك، من منطلق فعلا انه في تاريخ وفي ثقافه واحده وفي تاريخ الاستعمار واحد وفي اشكال من المجتمعات والدول اللي فيها شيء مشترك. ففي النقاش على موضوع انه هل احنا نتسامح او ما نتسامح، انا ما عندي اي حكم اخلاقي، لكن بالضروره نعم انا عندي مشكله في تحويل اللهجات الوطنيه الى لغات رسميه نصير نكتب فيها ونحكي، يعني هيك ما بعرف بديش احكم اي حكم اخلاقي، بس اتمنى انه في محور ثالث يعني بحب اطرحه، يعني انطرح هيك وانذكر باشكال مختلفه. حكيت ندى عن فكره الفضاء الافتراضي، واحمد واحده من الاشياء اللي يعني خلينا نقول النماذج اللي كانت في مقالك كانت تتعلق بكلمه فسبكة اللي تم صكها يعني في مجمع اللغه العربيه. كثير مرات النقاش حول تطور العامية ويعني لحاق الفصحى فيها بشكل أساسي يدور حول ما ينتج على مواقع التواصل الاجتماعي أو اللغة المرتبطة حصرا في مواقع التواصل الاجتماعي. في يعني هناك رأي
يقول انه هناك يعني اللغه لها حياه خاصه على هاي المواقع، ولا يمكن انه تستدخل كلمات تنتج فيها الى اللغه الفصحى مثلا. وفي يعني برضو راي يقول انه مش مفروض ولا من المنطقي انه يصير هيك، لانه في يعني في تصور لشكل من اشكال الدونيه في استخدام مثل هاي يعني المصطلحات المرتبطه بفضاء السوشيال ميديا. كيف بتشوف هذا الموضوع وتحديدا من خلال التجربه يعني اللي صارت في المقال؟ انا الكلمه اللي انت قلتيها اللي هي فيسبوك وفيسبوك، انا مش فاهم ده المجهود ده مفيد لمين. يعني انا مش متخيل المفروض حد يقول على الفيسبوك فيسبوك، او ان انا بفسبك، او ان انا فسبكتك النهارده وانت ما ردتش عليا. انا طبعا جهدي يحترم، وكتير من يعني في جهد مؤسسي هنا، بس انا يعني مش قادر استوعبها ان حد يقول لحد انا بعتلك على الفيسبوك طلب صداقه وانت ما قابلتنيش مثلا. لكن هو مجهود، بس كان ممكن يتجه في حتت اقرب مفيده شويه، زي مواضيع الاتفاق على مصطلحات في الترجمه مثلا كانت هتبقى مفيده. او في مصر زمان كان في نقاش كبير حوالين مع بداية التدوين ازاي نسمي المدونة، نسميها ايه. طبعا نقاش انتهى لفكرة مدونة وتدوينة ومش عارف ايه، بدل ما نقول بلوك او بلوغ او كده. وطبعا الزمن تجاوز التدوين في مصر ورحنا في حتة تانية اللي هي الفيسبوك ومش عارف ايه، اللي هو مش هيبقى فيسبوك طبعا. بس المجهودات دي برضو بتوصلك ان احنا هل احنا لازم نسمي كل شيء باسم دلوقتي، ولا حركة الزمن نفسه هتخليه يبقى مش مهم. يعني المدونات في مصر ما بقتش مهمة، لكن لسه بنستخدم كلمة مدون فلان فلاني، لو مثلا حد زي علاء عبد الفتاح لسه بنصف بالمدون، مع انه بقى الصفة يعني دلالة اسم علاء عبد الفتاح بقت اكبر من فكرة التدوين نفسها، لكن لسه بنستخدم المصطلح. بنيجي مثلا عند كلمات معينة ان احنا لازم نترجم فيسبوك ده، طب ما نسيبه زي ما هو موجود، العالم كله بيستخدمه بالاسم بتاعه اللي هو اسم شركة تجارية، اسم موقع كل الناس بتستخدمه، مش لازم نقف عنده ونحاول نترجمه كأن احنا نازلين اول مرة النهر ولازم نسمي الشيء دوت ايه، ده نهر ولا هنسميه ايه، هنستخدمه. مش لازم يبقى فيه كلمة عربي لتسمية الاشياء، لان ده رجعنا لما كندو لما فقدوا الذاكرة خالص بتاعت ماركيز وابتدوا يكتبوا اسامي الحاجات عليها لان هم ناسين، او ان في مشكلة عندنا في ان احنا مش عارفين نستخدم شيء الا لو ليه اسم عربي. مش هنستخدم فيسبوك الا لو ليه اسم، ما اظنش بس هي في ادباء وكتاب ما انتظروا مجمع القاهره حتى يستخدموا الفيسبوك. مثلا احمد بيضون في كتابه في صحبه العربيه من دار الجديد عنده مقال عن الفيسبوك وكله اشياء يعني لماحة وذكية واستخدمها، يعني فرضت نفسها. يعني مش بالضرورة انه المجمع يقرر يوما ما، ده اشتغال جيد على اللغة اللي هو عمله بيضون، ده اشتغال على اللغة ان هو بيتفاعل ككاتب مع شيء وعايز يسميه ويدور على اسمه مناسب ليه. فده ممكن يبقى نص ابداعي اكتر منه ان هو بيقول لنا استخدموا الكلمة دي. يعني في صيغة، يعني انا استشهدت بالمثل بتاع اخصائي واخصائي ده، لان ده يعني دي بقت طريقه في مصر ان بقى في عندنا كثير من الاشخاص بيبذلوا جهد كويس جدا على صفحات فيسبوك وكده ان هم يقولوا الكلمه الفلانيه غلط والمفروض نستخدم كذا. فده نقل موضوع اللغه بره، وده اللي كنت بحاول اشتغل عليه برضو في النص بتاعي، ان في ناس بقوا مهتمين باللغه، بس مش شرط ان هم يبقوا عندهم السلطه ديت اللي هو شخصيات في المجمع. المجمع المصري كان بيبقى اسمه الشائع ما بين الناس من ساعة تأسيسه مجمع الخالدين، فدي برضو صفة ان حد خالد هو حاجة فوق الخيال. يعني مش شخص عنده السلطة دي ان هو بيقول الكلام ده يبقى عامل ازاي وتقوله كده. فالاشخاص اللي هم ابتدوا يعملوا المجهود اللطيف جدا حوالين ده دايما بيقولوا كلمة الفلانية غلط وما نستخدم الكلمة دي. هي فيها مشكلة، بس ان هو دايما بيقول للناس ده غلط ده صح،
لكن هو بيخليك تفكر في اللغة. يعني ممكن لو الطريقة اختلفت شوية هتخلينا نحس ان احنا مش لازم نعمل الصح والغلط، افكر المعنى اللي احنا عايزينه ايه ونستخدم اللغة على الاساس ده. تفضل. لا بس كنت بدي اعلق على موضوع انه مرات كتير احنا بنشوف فعلا السلطة بنشوفها يعني في شكلها الاكثر فجاجة. فممكن نعم المجامع يعني يرفضوا ادخال كلمة معينة او يناقشوا هاي بزبطش هيك، لا هاد صح هاد غلط. بس هذا المشكلة انه كمان هذا مش اولا مش حكر على العامية ولا حكر على الفصحى عفوا ولا حكر على هذا النوع من السلطات. كلياتنا شفنا بالاعتصامات في لبنان كان في مظاهرات وفيها شتائم، تمام؟ في سلطة كمان، كان في ناس اجت حكت بصير تشتم هيك، بصير تحكي هاي الالفاظ، وفي ناس حكت بصير تحكي هاي الالفاظ، بصير تستخدم هاي اللغة، بصير تستخدم هاي اللغة. هاي السلطة مرات كثير بتغيب بالنقاش، بنشوف احنا اكثر السلطة لها علاقة في الدولة وفي المؤسسات الرسمية والقائمين على المجامع وكذا، بس في سلطات على الأرض وقد تكون قمعية أكثر، إنه شو تحكي وشو ما تحكي. هذا الحكي بينطبق تماما على استخدامنا للسوشيال ميديا أو حتى لما نحكي. في كثير مرات وأنا مع التسامح في الحكي، حتى لو حدا بيحكي ما دام هو بيحكي ما فيش مشكلة يغلط في القواعد في النحو، وممكن عادي نتجاوز هذا الإشي. يعني إنه يعني ممكن انا مع انه ضل طبعا بالتاكيد في الكتابه، بس في المحكيات ما فيش مشكله الناس تغلط في الحكي، هو مش عم بكتب قاعد عم بحكي. لانه كمان في شيء له علاقه انه اذا بنضلنا متمسكين بفكره انت ممنوع تغلط، بنعطي قيمه كبيره للي بيعرف بيعرف ادوات، يعني بيعرف اشياء تقنيه لها علاقه في الاعراب مثلا او النحو وكذا، وشو لازم نحكي وشو مش لازم نحكي. فمرات كثير مثلا احنا بنشوف مثلا من نوابنا، في نواب يعني بيحكوا بلغة عربية فصحى ومرتبة وكذا، وبيحكوا كلام فارغ ما له أي معنى نهائيا. ممكن حدا مش متلقي تعليم جيد في المدرسة بيحكي باللغة العامية العادية وبيحكي كلام مهم، لكن احنا ما بنسمع له لأنه في هاي السلطات اللي احنا مش قادرين نشوفها مرات. هذا صحيح بالنسبة لكل اللغات شاكر. وبالنسبة للأكاديمية اسمهم الخالدين في المجمع، يعني بفرنسا ايضا اسمهم الخالدين نفس المنطق يعني. لا جت من هنا